بطبيعة الحال الحدث الرياضي هذا يصاحب خطوة استثنائية وهي عودة الجماهير للمدرجات، الخطوة اللي كل الجماهير تنتظرها بفارغ الصبر بعد فترة انقطاع تقارب أكثر من عام كامل. الخطوة هذه تزامن مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي نهائي كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. طبيعة الحال تم إعداد بروتوكول صحي شامل يحتوي على جميع الإجراءات الوقائية اللي بتصاحب الحدث الهام هذا، متمثل في إبراز نتيجة فحص سلبية صالحة لمدة 48 ساعة عند بوابة الاستاد. كذلك بيكون هناك إجراء فحص حراري، الحضور بيكون مقتصر فقط على فئة الحاصلين على التطعيم. كذلك أثناء المباراة بتكون هناك فرق ميدانية، سفراء الصحة العامة وكذلك متطوعين للتأكد من التزام جميع الحضور باتباع الإجراءات الوقائية المتمثلة في ارتداء الكمام الواقي، وكذلك مسألة التباعد الجسدي، وكذلك آداب التحية الوقائية. استغل الفرصة هذه لدعوة إخواني الجماهير اللي بيحضرون معانا المباراة باتباع جميع الإرشادات الوقائية وكذلك التعليمات الصحية الموجودة والمطبوعة على تذاكر المباراة.